الحلقة الأسبوع ده مش مخصصة للأطفال، يعني لو جنبك أي عيل خليه يروح يتفرج على كرتون أوسكار البتاع البورص ده اللي شبه التمساح، أو يتمرجح ويركب الدودة عند عم إبراهيم اللي على أول الشارع، لأن فيها حاجات مش مناسبة ليهم خالص. قشطة، يلا نبدأ على بركة الله. الجاثوم أو شلل النوم في الحقيقة يعتبر ظاهرة غامضة وغير طبيعية، وبيصعب تحديدها أو تفسيرها سواء نفسيا أو علميا أو روحيا. إيه ده؟ اللي بيحصل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو في إيه؟ هو في إيه؟ إيه اللي قطع النور؟ ها؟ حد يرد يا جماعة، يا جماعة ما ينفعش كده يا جماعة، إيه اللي قطع النور؟ طب بسرعة كده يا جماعة، اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس بسرعة قبل ما النور يجي، ها؟ بسرعة بسرعة. الجاثوم أو الجثامة أو شلل النوم يعتبر حالة عبارة عن شلل مؤقت للجسم بعد الاستيقاظ مباشرة من النوم، وغالبا بيكون بعدها بفترة وجيزة، ونادرا بيكون قبل وقت قصير من النوم. من الناحية الفسيولوجية فيعتبر شلل النوم هو اضطراب وثيق الصلة بالشلل اللي بيحصل للإنسان كجزء طبيعي من وضعية نوم معينة، والوضعية دي بتسمى حركة العين السريعة. طب ايه هي الأعراض اللي بتظهر على الإنسان في حالة الجاثوم؟ بيحس الإنسان إن في حاجة بتجثم على صدره، أو بيحس إنه بيصرخ ومفيش حد سمعه، بيبقى نفسه يستغيث بأي مخلوق وهو في الأصل مش قادر حتى يحرك عينيه، وفي أغلب الوقت بيحس إنه عايز يذكر الله عز وجل ولسانه تقيل ومش قادر، وبيحس بخنقة وضيق في النفس، بيحس إن روحه بتتسحب منه، وبيحس في اللحظات دي إنه وحيد ومعزول عن العالم كله. وعلشان نبسط الأمور شوية نسمع الصوت ده كده لواحد كان عنده جاثوم وبيحكي كل التفاصيل اللي هو واجهها وإن الموضوع ده كله عبارة عن إيه. وانت نايم تحس إن في حد مكتفك، حد على صدرك، قافل على صدرك، تحس ان في حاجة غريبة، حلم مثلا كابوس او حاجة، حد عايز يهددك، حد بيخوفك، بتحلم بحاجات وحشة، وفي نفس وقت الحلم انت بتحس ان انت بتفوق للحظة، ان انت بتحس ان انت بتحلم وقوم ولسه حاسس ان انت جوه الحلم نفسه، وبتفضل تحس ان انت جسمك متكتف مش عارف تتحرك. بفضل اقول قرآن كده شوية لمدة 5 دقايق مثلا وانا جسمي متكتف مش قادر اتحرك، لحد ما ابتدي افوق واقوم وقعد اقول اذكار كتير كده لحد ما الماسكة دي تفوق تسد. التفسير العلمي للظاهرة هو تفسير منطقي الى حد كبير، ومش بننكره خالص لانه استنتاجات مبنية على اجهزة متطورة وعلى تجارب علمية كبيرة، وتقريبا مفيش شخص على وجه الارض دي ممرش بالتجربة دي مرارا وتكرارا. لكن التشخيص العلمي كان ناقص واهمل بعض العناصر المهمة. نيجي بقى للتشخيص النفسي للظاهرة، وده تشخيص برضو هنقول عليه انه في اجزاء كبيرة جدا صحيحة، لان التعب النفسي والجسدي والارق من احد مسببات شلل النوم. هيبقى نعرف تشخيص واحد بس، هو تشخيص اهل الشرع والدين، لان ده يعتبر هو الاهم. بس اهم حاجة نعرف الاول ايه هي اسباب حدوث شلل النوم. في احتمالات كتيرة بتكون مسببة لشلل النوم، منها ان الانسان ممكن يكون مصاب لقدر الله بسحر او مس، وممكن يكون الشخص ده قريب من شخص مصاب بالاعراض دي، او البيت اللي بيعيش فيه يكون مسكون او فيه سحر، او الشخص نفسه بيمر بمرحلة حزن شديد او اكتئاب. هنرجع بقى للتشخيص الاصوب او الاقرب للحقيقة. تشخيص اهل الشرع او الدين في النقطة دي بيتكلموا فيها وبيقولوا ان شلل النوم يعتبر هو مس لحظي او خارجي من الجن، والمشكلة كلها بتكمن ان الانسان بينام بدون تحصين وبعدها بيتعرض للجاثوم او شلل النوم اللي بيأثر جدا على نفسيته. الخلاصة والعلاج، اول حاجة لازم تعرفها ايه هو السبب الحقيقي في تكرار الجاثوم، واعرف كمان انه مش مرض، وممكن يكون بنسبة كبيرة اضطرابات في النوم او ضغوط نفسية او قلة تمارين او النوم بوضعية غلط. ونقطة كمان مهمة جدا لازم تعرفها، ان نوبة الخوف والهلع المفاجئ اللي انت هتحسه هتبقى بالظبط شبه الغريق اللي عمال يخبط ويصوت ويرزع وفي الاخر بيبلع المية وبيغرق، لكن لو التزم الهدوء وقفل بقه
هيطفو على المية وهيعيش. هي الليلة كلها او الموضوع كله بيبقى في لحظات معينة هتعيشها، لو قدرت تتعامل فيها بهدوء وتقرأ قرآن قدر المستطاع على قد ما تقدر، وخصوصا آية الكرسي، بإذن الله تعالى هينتهي كل شيء بسلام. المهم ان انت تنام على وضوء وعلى جنبك اليمين، وخليك دايما عارف ومتأكد ان الانسان اللي بيحافظ على قراءة القرآن والاذكار دائما بيتغلب عليه بفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت ده. حاولت ان انا اقدم خطوط عريضة عن الموضوع وبإجاز شديد جدا بقدر المستطاع. انا خلاص خلصت، وكالعادة برضو طولت عليكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.